مدارس بناة المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقى. مادة اللغة العربية للصف الثالث، وموضوع درسنا شعوب من العالم. استمعوا. في البداية دعونا نذكر الأهداف من هذه الحصة. أولا، أن يستمع الطالب لنص الاستماع بشكل جيد. ثانيا، أن يجيب الطالب على أسئلة الاستماع بشكل صحيح. وثالثا، أن يكتب الطالب الإجابات على أسئلة الاستماع بشكل صحيح وخط جميل. دعونا نستمع للنص يا أحبتي. شعوب من العالم. يعيش شعب الأسكيمو في الأماكن القطبية، وبلادهم تغطيها الثلوج على مدار السنة، ويبنون بيوتهم من الثلج، ويجعلون لها أبوابا صغيرة، فيضطر الواحد منهم إلى الزحف على ركبتيه لدخول منزله. المنزل من الخارج يشبه السلحفاة، أما من الداخل فإن الأسكيمو يجعلون فيه رفوفا من الثلج يضعون عليها أدواتهم، وله من الأعلى فتحة لتجديد الهواء، وينام الأسكيمو على سرر من الثلج أيضا. يعيش الأسكيمو على الصيد، ويستخدمون في تنقلهم عربات تجرها الكلاب، ويذهبون إلى الصيد في أماكن بعيدة فيصطادون الحيوانات ويأكلون لحمها ويصنعون من فروها ثيابا يلبسونها فتقيهم شدة البرد، كما يصنعون منها الطواقي والقفافيز والأحذية، ويستخرجون من دهونها وقودا لمصابيحهم. الأسكيمو ماهرون في صيد الأسماك، يحفرون في الجليد حفرة حتى يصلوا إلى الماء، ويصطادون السمك الذي يأكلون منه ويطعمون كلابهم. والآن يا أبطال، بعدما استمعنا للنص، هيا نجيب عن الأسئلة التالية ونقوم بكتابتها على كتاب اللغة العربية في صفحة 90. السؤال الأول: أين يعيش شعب الأسكيمو؟ هيا يا أبطال، من يتذكر؟ أحسنتم، يعيش شعب الأسكيمو في المناطق القطبية. السؤال الثاني، أجيب بنعم أو لا. ألف: تبنى بيوت الأسكيمو من الحجارة. هل هذه العبارة صحيحة؟ أحسنتم، لا، هي أيضا تبنى من ماذا يا أبطال؟ أحسنتم، تبنى من الثلج. ب: منازل الأسكيمو من الخارج كالسلحفاة. هل هذه العبارة صحيحة؟ أحسنتم، نعم. جيم: يضع الأسكيمو أدواتهم على رفوف خشبية. هل هذه صحيحة؟ هل يا من يتذكر يا أبطال؟ أحسنتم، لا، العبارة خاطئة، يضعون أدواتهم على رفوف ثلجية. أحسنتم. دال: ينام الأسكيمو على سرور من الثلج. أحسنتم، نعم، العبارة صحيحة. السؤال الثالث: أذكر الفوائد التي يجنيها الأسكيمو من صيد الحيوانات. هيا يا أبطال، من يتذكر؟ أحسنتم، يأكلون لحمها ويصنعون أيضا من فروها ثيابا يلبسونها، كما يصنعون من هذه الفرو الطواقي والقفافيز والأحذية. أحسنتم. السؤال الرابع: كيف يصيد الأسكيمو الأسماك؟ من يجيب على هذا السؤال يا أبطال؟ أحسنتم، يحفرون في الجليد حفرة
حتى يصلوا إلى الماء ويصيدون السمك. السؤال الخامس، أضع عنوانا آخرا للنص. من يضع لي عنوانا يناسب هذا النص؟ أحسنتم، يمكننا وضع عنوان شعب الأسكيمو. لا تنسوا يا أحبتي القيام بكتابة هذه الإجابات على الأسئلة.